قامت الشرطة المغربية باستدعاء الفنانة دنيا بطمة للتحقيق معها في تورطها بفضائح الفنانين وابتزازهم عن طريق أحد الحسابات على موقع إنستغرام. وبحسب وسائل إعلام المغربية فإن استدعاء دنيا بطمة يأتي بقصد الاستماع إليها على خلفية حساب حمزة مومبيبي والخاص بالتشهير بالفنانين والعمل على ابتزازهم. وقالت صحف المغربية أن الاستدعاء جاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب حمزة مومبيبي، إذ طلب بالاستماع إلى المغنية دنيا بطمة لأن عددا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب. وحتى الآن لم ترد دنيا بطمة على ما تم نشره بشأن هذا الاستدعاء، ويبدو أن الأمر سيتم حسمه بعد عودتها للمغرب، إذ تواجدت دنيا بطمة خلال اليومين الماضيين في مدينة برشلونة الإسبانية لإحياء حفل زفاف خاص، وفي مصر حسب ما أعلنت إدارة مهرجان International Fashion Award للاحتفال بمصمم الأزياء وعرض جديدهم للعام الجديد 2020، حيث أحيت حفل المهرجان بحضور عدد من نجوم الفن. وكان المنتج البحريني محمد الترك قد نفى في مقطع فيديو سابق له تورط زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام في قضية حساب الفضائح حمزة مومبيبي الذي تم توقيفه. واتهم الترك عبر المقطع وسائل إعلام المغربية بخلق الفتنة على غرار موقع شوف تيفي، مشيرا إلى أنه سيقاضي الموقع المذكور سلفا لنشره أخبارا زائفة حول زوجته، مؤكدا عدم صلتها من قريب أو من بعيد بحساب الفضائح حمزة مومبيبي. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن اعتقال صاحب الحساب والتحقيق مع عدد من الأشخاص الذين كانوا يسربون له أخبار الفنانين، فيما واجهت الفنانة دنيا بطمة اتهاما من قبل عدد من الفنانين بكونها هي وصديقاتها وراء هذا الحساب وتستخدمه لتصفية حسابات شخصية، خاصة أن صاحبه دأب على مدحها والدفاع عنها. يذكر أن عدد الموقوفين بسبب حساب حمزة مومبيبي بلغ 6 أشخاص، بينهم مصممة أزياء معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم سوكينا غلامور، ومراسل أحد المواقع الإلكترونية المغربية، وشخص ثالث كان شهيرا باسم صاحب الفيراري، وذلك بتهمة السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.